أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: معنا في العمل يا صاحب الفضيلة كافر، وأنا دائم أحسن إليه فأصافحه وأجعله يأكل معي وأدعوه إلى الإسلام، فهل إحساني إليه هو موالاة له؟ الإحسان إليه وعدم التعدي عليه هذا واجب، ما يجوز التعدي على الكفار بغير حق، ما يجوز التعدي عليهم، ولا مانع من الأكل معهم من غير مداومة، من غير إذا صادف أنه قدم الطعام واجتمعتم عليه ومعكم كافر أو كفار، ما في مانع، إنما الممنوع المداومة على هذا، وأنهم يكونوا جلسا لك وتؤكلهم وتشاربهم دائما. أما إذا كان هذا من باب الصدفة أو وقت العمل فقط فلا مانع من ذلك. وأما المصافحة إذا مد يده لك أو سلم عليك ترد عليه، أما أنك تبدأه أنت لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم.